اغير الناس اللي ما لهم داعي اللي عاشرتهم بحياتي. اهلا واضح محمود التركي. يا سلام لو وجهي انحك انا نام. اكثر موقف جنوني اللي نفذت اغنيه خلال يوم واحد، هذا اكثر موقف. يقول لي انت من عقلك حبيبي انا اصرف نظر. اغرب موقف صار لي من المعجبين الصراحه، كنت مول وبنص المول معجبه صغيره شبقتني، يعني حضنتني قدام العالم. هذا اللي هي اكثر شيء يعني خلاني بحرج صراحه، انحرجت قدام العالم. كدا يا قلبي حتى من اذا ارجع للزمن واغير شيء بحياتي، اغير الناس اللي ما لهم داعي اللي عاشرتهم بحياتي. اكثر ذكرى احتفظ بيها من طفولتي اللي هو نصائح والدي اللي دائما اللي هي ما تروح من عندي، لهذه الذكرى ان دائم احمد الله وشكره على كل حال. هذه هي اللي اعطتني الهاشتاج اللي دائما اكتبه، القناعة كنز، يعني على ضوء حكي والدي دائما أنا قنوع. يعني إذا أردت أغير مهنتي راح أكون، يعني إذا غير فنان راح أكون رياضي لأن أحب الرياضة صراحة. أنا ما حد يشوفني، إذا أنا ما حد يشوفني شو أسوي؟ شو أسوي؟ أساعد الناس المحتاجة صراحة. أكثر موقف أحس بيه بتوتر وأنحرج، يعني إذا مثلا شخص طلب من عندي شغلة وما قدرت مثلا أوفرها له، صراحة أكون محرج. أكثر شيء أحب أغير يعني بنفسي أن أثق أزيد من اللازم بالناس اللي ما تستحق الثقة صراحة. حاسد روحي حاسدني. شكرا واضح، تحياتي لكم وربي يحفظكم. على الشال التعب مني.